والمنتخب العماني يحمل اليوم الازياء الحمراء. اذا نواصل مع حسبه المرمى طويله راسيه اولى من مروان الدعيب، ثم تدخل ممتاز لمروان الصحراوي مقطوعه المباراه الاولى اللي فاز فيها المنتخب الوطني التونسي. المنتخب العماني تابع من حاتم سلطان خلفين الغيثي كما قلت، هو حارس مرمى المنتخب العماني رقم 14 رشيد عيد، حارب المشيفري 15 ايوب صالح، احمد هجوم طويل الكرة في العمق، وموجود مروان الصحراوي نفذ المخالفة. عمران الشافي لكن قصوا الكرة محمد بن فراس العربي، اذا يخرج سم الشمس الدين. الكرة مقطوعة لصالح المنتخب العماني، بداية الهجوم السريع الهجوم لصالح المنتخب العماني، مازال اختر، والتدخل الأخير من مروان الصحراوي. هيجات مساحات الآن للمنتخب العماني، ياسين جبيرة في الخلف، طويلة على اليمين، مراد بعزاوي لاعب متحرك ونشط للمنتخب المغربي. جراح والتوجيهات القريبة، عضو من عودة للقاء. خلاص 6 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. اللاعب سمير المتردي الذي سجل في الأول اتاحت الفرصة للعيبة المنتخب المغربي من حكم الدولي السوداني. قميص اللاعب المهاجم المنتخب المغربي، ميدان المنتخبين، كرات سريعة عرضية طويلة الآن تتخلص أيضا من
الى بهاء الدين عثمان. بهاء الدين الى الصحراوي على اليمين. اردوان كرة حلوة على اليمين. والله المغرب اخسر في هذا اللقاء. عمل كثيرا حتى الى امين مامون او من مرمى عرضية. والدفاع التونسي يتدخل ويقطع كرة مامون. الى الشوط الثاني افضل من الشوط الاول. والله جالس يتقدم ويحاول. وهذه هي كرة القدم. استفادت كثيرا ان شاء الله من الوجوه الشابة. كرة ملعوبة الان امامية على اليمين. وكان تغيير موفق لمدرب المنتخب التونسي في الدقائق الماضية. الاخيرة تنفذ تبركلية تمر من امام المهاجمين على مرمى التونسي. فاصل معي حلو وانطلاقة سريعة حلوة. جناح خطير عبد الله مراد. الى مراد. مراد الخطير على اليمين. مراد البلزاوي يلعب لك كرة في العمق مقطوعة من بهاء الدين. مروان الصحراوي يلعب لك كرة طويلة على الجنات. النهائي الان ياتي لاصحاب الارض تونس في اللاعب المتألق مع المنتخب العراقي، بينما المنتخب التونسي الذي يتألق له في هذه البطولة المهاجم طبعا الجناح بشار رسن يحاول في الجهة اليسرى في المحاولة امام المنتخب التونسي. قلب الدفاع مروان الصحراوي التي ستكون في ايران عفوا التي الامور تصبح بوضعية افضل بالتركيز راح يبرز امكاناته، لكن الان يتأخر بهدفين عليه ان يسجل المنتخب العراقي. يلعبها علي شهيد امامية بعد من المدافع قلولة في الجهة اليمنى. ملعب الان في الطرف الايمن للمنتخب العراقي. يحاولون في لحظات اخيرة الان المنتخب العراقي شيركو كريم الكرة مبعدة الى خارج ارضيتي. ممكن تكون فيها كرة رأسية. هذه الكرة الان بالمتابعة تعادل الدفاعات التونسية دائما من زمن في شوط المباراة الاول. تقدم المنتخب العراقي الان عرضية. الكرة الى خارج ارضية الملعب ضربة زاوية للمنتخب العراقي. يسير بالطريق الصحيح للوصول الى تعديل الامور. التراجع الزائد عن حد المنتخب التونسي قد يأتي سلطان بالتأكيد. يجب ان يكون اكثر تعامل ايجابي مع لاعبيه. قادم لها امام منتخبنا السعودي في الاردن لمنتخب تحت 20 سنه. يحاول الان شيركو كريم للمنتخب العراقي لكن نجاح دفاعي للمنتخب العراقي بشكل واضح. النجاح اللي ما كان حاضر في شوط المباراه الاول خاصه مع الهدفين. حقيقة واضح ان الارتداد الان قادم. ملعبه في الجهة اليمنى شيركو. كريم يحاول في الكرة لكن تعامل دفاعي جيد رغم النقص العددي بسبب التقدم لاعبي منتخب تونس. الفوارق العددية بسبب التقدم التونسي. الان كرة من الاول لشيركو الهداف. شيركو كريم يحاول لكن شوف القوة. التشكيلة تأتي في الوقت كل شيء كان ممتاز هنا وإن شاء الله المنتخبات العربية. راحة صغيرة في المغرب باش كملوا الرحلة لبوركينا فاسو. اي والله عملنا لونترينمون تاعنا قبيلة ارتحنا شوي لو نرجعوا نتعبوا شوي. ترجع المدافع المحوري مروان الصحراوي. كرة تدور مليح بين على صلع والتوزيع في الريوق الايسر. طيبة الكرة على الجهة اليسرى تمشي للعمل. المنتخب البوركيني بدا يظهر في خطورته. طيب التدخل من باء الدين عثمان. الكرة في اتجاه المعاكسة للمنتخب البوركيني. حذاري من هذه الكرة في اتجاهها الى سي سوادوغو. يحاول المرور سريع هذا اللاعب سوادوغو والركنية بامتياز. الركنية للمنتخب البوركيني
شاهدنا السرعة متاع المنتخب البوركيني في عكس الهجوم. هاي الإعادة أمامكم السوا دوبو بسرعة حاول يمشي في اتجاه المرمى وزيعة وحذاري يا شمس الدين حذاري والحمد لله مرت بسلام الكرة الأخيرة في الركنية اضطراب في دفاع المنتخب التونسي بدأ ربما الحارس ونوصل لنهاية الشوط الأول بهذا الفارق المطمئن في وسط الميدان توصل الكرة المدرجو إبراهيم يحاول يوزع والامتياز مرة أخرى من دفاع المنتخب التونسي أفريل القادم منتخب التونسي متقدم إلى حد الآن هدفين مقابل صفر طيب من لكن التوزيعة كانت سهلة للدفاع البوركيني لكن تبقى الكرة قبل البوركيني إسماعيل بومبي يحاول يوزع حذاري من هذه الكرة والتدخل مرة أخرى من دفاع المنتخب التونسي ما فماش مخالفة قبل الركنية محور التونسي بهاء الدين عثمان وأيضا مروان الصحراوي لكن بخلاف هذا فإنه إيلي ريتشار تدخل من محور دفاع المنتخب التونسي وترجع مرة ثانية للاعب عامر العمراني أو لا كانت من مروان الصحراوي the thorn in your side when you spoke of a second time thought you could trip on a surprise when none of us were ready but I could have sworn I saw a face come alive in the sunrise thought you could trip on a surprise when none of us were ready I could have sworn I saw a face come alive in the sunrise. Yeah, I could have sworn I saw a face come alive in the sunrise. Yeah.
War schwer, den richtig mitzunehmen. Kampf nicht so gut ausgesehen. Jones. Jones und Bull, die meine Sachen jetzt gerade gewechselt haben in der Innenverteidigung. Dann kommt hier Jerome Sinclair, Torschütze des Führungstreffers. Nochmal ein Einsatz von Lloyd Jones. Und nochmal. Es gibt mit Agut einen 16-Jährigen mit dem Torwart Ben Chifria und Namushi. Die drei sind 16. Bei Liverpool spielt mit Wasser sogar ein 15-Jähriger. Ja. Oh, Hanlon, deshalb Flügelwechsel von eBay. Cameron Brannigan, die 14. Das ist der, von mir erwähnte, der frühere rechte Verteidiger, eigentlich Offensive. Et attention aux joueurs de Liverpool. L'équipe, il y a un petit peu plus d'espace avec la balle en profondeur pour Jerome Sinclair qui va de nouveau être stoppé dans sa course. Oui, le bon tacle du défenseur de l'Espérance parce qu'il était quart de finale. Donc ça veut dire qu'avec une victoire et un nul, Liverpool serait assuré de participer aux quarts de finale qui auront lieu vendredi. En revanche, Liverpool ne sera pas assuré de la première place parce que si l'Espérance de son côté bat Aspire par plus intégré au 11 de départ côté Liverpool lors du match contre Aspire. Et attention, ce bon contrôle de la part de Jérôme 5. Compétition plaisante, offensive avec beaucoup de buts. Le rythme dans cette partie avec ce ballon qui ne va pas sortir. Le centre enchaîné pied gauche. Central. Et on va pied gauche, contrer. Dégagement sans fioriture de la part de. Salaoui. Vous voyez, il avait essayé ballon qui est sur Mbou. Ballon dans la profondeur pour Eyamba et pour Rokomet. Défense tunisienne. Il est autour de Salaoui et de Othmani qui tient bon. Période. Il
fallait mieux l'accompagner, le ballon. Rapidement et oui, c'est lui. Marwan Sahraoui. Il a pris le pays en bas sur le rap. Plus ou moins bon de la part de l'Emania. Moins d'une minute. Sahraoui, il faut le comprendre. Attends, pas si bien ici. Il commence à être à moins de Chelsea dans ses interventions. Sur la pause. Kirmes également, les consignes ont été appliquées. Nous avons conforté notre avance par un autre but. Notre objectif à court terme. Et là, pour les Panteros. Et un autre bon retour de la part de Sahraoui. Et parfois, dépôt de ses. Voilà, les Tunisiens. Ils restent solides quand même. Tunisienne. Il y a quand même du répondant en face, on a vu sur quelques partenaires Ben Salem, mais voilà, ça compte, c'est un ballon qui avait permis à la Tunisie de mener 1-0. Il en a effectivement 3 buts après son doublé de la première journée face au Botswana. Les Tunisiens. Deux équipes qui ont son entraîneur peut prendre l'avantage, mais professionnel. Attention, un ballon, pas d'or, Jolati, le drapeau s'est levé. Non ? Mais il semble attendre la coupe s'il fait. Il cherche côté gauche. Serouk, mais le centre de Serouk est contré. Oui, il y avait peut-être une faute là-bas, effectivement. L'angle choisi par le réalisateur. Terrible déroute pour les partenaires de Jérémy Jeannot, qui est absent actuellement en raison d'une entorse à la cheville, l'ancien gardien de Stéphanois. Les instants, les dernières minutes. Gardien marocain devait faire le premier choix. ترجع الكرة وسط الميدان معز عبود والمتابعة من مروان الصحراوي افتكرتي زوج أهداف بعد ما كان متأخر في النتيجة كذا أهداف لصفر تصبح النتيجة 3 سلام منتخب النيجيري عالية مقطوعة من مروان الصحراوي بهاء الدين عثمان وسوء تفاهم بينه وبين حمزة بن شريفية وتدخل ممتاز من مروان الصحراوي أخي ممتاز حمزة سخي ضد مرزوق ناس شبكة مرزوق ناس لكن التغطية كانت ممتازة جدا من مروان الصحراوي كرة في شبكة من جديد حمزة سخي ضد مرزوق ناس شبكة مرزوق وإبعاد الخطورة من الدفاع التونسي كرة في تماس المنتخب الوطني المغربي على بعد نصف ساعة فقط من نهاية المواجهة نصف من الحارس بن حسن صبري حسن استثمار عدد من الفرص سيعود بالنفع على العناصر الوطنية يبلغ غلبنا ونيل المركز الثالث في كأس على كل المسابقات الإفريقية وعلى نسب كبيرة منها نيجيريا بطلة كأس أمم مسير نحو الظفر بلقب كأس إفريقيا الأقل من 17 سنة عمل وأن يتواصل الاستثمار في هذه المجموعة كرة المنتخب الوطني المغربي يونس بن مرزوق يونس بن مرزوق كرة مزمع شد كرة المنتخب الوطني تجاه يونس بن مرزوق ضربة ترشيحية ستكون مهمة ومهمة جدا بالنسبة للمنتخب التونسي مروان الصحراوي يسجل الهدف الثاني هدف التعادل لمنتخب تونس هدفين لكل منتخب واظن نبيل الجعدي هو من سيتكفل بمهمة الاشتغال عليها كثيرا لكي تستثمر هذه الفئة لفئات أقل من 17 سنة كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي رسالة مرة أخرى إلى هذه المقابلة وكانت النتيجة النهائية 11 مقابل 10 والمنتخب المغربي رابعا والمنتخب التونسي ثالثا صور مشاهدي الكرام تنقل لنا الأجواء التتويج هنا بمدينة Shut up!
قبل الخروج من الفريق الفرنسي. عندهم يوريه برشة كورة لولاد صحناوي. لكنه الشيء يميزهم من الانتفاع القوي البدني. يرفع حوارات الكناوية ويهدي الكبير بتاعهم. لذلك الأولاد يمكن حتى في كاس شمال افريقيا يا اخي عندنا نغمة واحدة. والله المباراة الأولى المفتاح، والمباراة الثانية الستار الحديد، والمباراة الثالثة هذاك العاد المفتاح الكبير. وكان كان ان شاء الله رايحين واحد صفر اخر كورة، اخر كورة ودي مالك. كورة بنزويلاية خطيرة خطيرة ما فيهاش كل اللي حكم. شوف الكلمات الفنية وجاك صغير يعمل كثير بصراحة. 16 سنين ما قصنا شفنا فما شيء من الصحراوي. ممتاز تعادل. والكورة تمشي. شوف التسجيل. بنزويلا واحد. الله لا تقطع له عادة. شكرا للسر الحسن. سر العبيد. خليل هنيوت. مروان الصحراوي. تأهل الدور المقبل المنتخب الروسي اليوم اعتقد بان لا خيار له سوى الفوز، ولهذا سنرى المنتخب الروسي سيندفع. شيء تايان يرجع معه بالأخير مروان الصحراوي أمامنا على الصورة لعب الترجي الرياضي التونسي تحدث قبل هذه المباراة طبعا مرة يلتقي منتخب الامبيوز من كونبول في صار مدير الزمان صار المنتخب التونسي 2-0 من الشيء وكيف القارة في الزويلة وضيف تونس هدفين في هدف كيف ستكون الامور من ناحية البدنية بعد تراجع نسبي في مجلس المنتخب الامبيوزي عبيري من هذه دقائق المباراة تلعب الان هي لدقائق المنتخب الأرجنتيني بغاية استحراز هدف ثاني يخدم مالي والمنتخب التونسي الدنيا الكرة اللاتينية القوة المهارة والفرديات كرة ترجع المنتخب التونسي ممتازة جدا الانتماء المنتخب التونسي إلى حد اليوم امتلاك الكرة يلعب كرة طويلة شوف الكنترول يعطي باس باللسان الكرة ممتازة يعاود اكسلريشن اللاعب الأرجنتيني رسميات للمنتخب الأرجنتيني كرة ممتازة يستفيد منها كرة تمشي المنتخب التونسي كرة بالراس كرة التعادل كرة التعادل ضاعت على الصحراوي مروان الصحراوي كان ممكن يعادل النتيجة لمنتخب النصر منتخب الأرجنتيني اللي غاب على هذه البطولة في دورات 97 في كندا 99 في نيوزيلاند مباراة ريتم كبير برشا برافو مروان الصحراوي هنا للمنتخب الوطن الارجنتيني هو التفوق في اخر دقائق تونسي ولكن الهدف المبكر هو التسعي عصر في كل مقاييس بوكاكس برافو يا الصحراوي الدوري الثاني للدوري العالمي هنا في ارض الامارات استاد المكتوم في دبي نفس كرة طويلة صحراوي روش بالك ما يتبقى اللي يصلح نفسه الكبير يا صحراوي مروان ورا بالشمال الرمي سلمها ورشحها يا مغموشي امشي مررها يا صحراوي يا عمل صحراوي مروان ورا منتخب التونسي يمشي كرة طويلة اوعى بالك اوعى صوت البين انتم لا تربيه شيء بس الفورماسيون كون به وكملوا تلهيو بينا واحنا بتبيع علينا الخدمه وان شاء الله ربي يوفقنا بس نقول الجيل نتاع 2007 ما بقاوش من برشا ملاعبيه انتم شنو تقولوا بالنسبه للجيل نتاعك بس تنتظروا منهم شنو تحبهم يعملوكم شنو خاوكم من الاخر مع كلكم صحيح ما وصلوش منهم برشا واخا احنا نروحوا من الكوب جيموند مانيش باش نطلبوا باش نصعدوا ديريكت مثلا سينيور ولا نلعبوا ديريكت اما باش نقعدوا نخدموا على رواحنا ونطلبوا معناها ترافاي سبيسيفيك كان يلزم
وكما قلت لك احنا علينا الخدمه وهم عليهم التلهاو بينا وان شاء الله ربي يوفق. قدمنا اللي علينا رغم اللي خرجنا من الويتيام واحنا ما حبيناش نخرجوا من وقتها. الله غالب خرجنا في الويتيام اما المهم شرفنا بلادنا وهذاك المهم. الرياكسيون بتاع تونس كي روحت لهنا اصحابك العائله؟ والله رغم احنا حبينا نوصلوا اكثر من الويتيام دو فينال عندنا احنا جروب كجروب معناها نتسماو ما عملناش حاجه كبيره. لي كمان فرحوا بينا بالقدا العباد جاونا للمطار وفرحوا بينا واللي عرضنا يشكرنا وقلنا صحيت وكملوا كيك. مقابلة الارجنتين ايش صار فيها؟ مقابلة الارجنتين الله غالب ولا دوميني سورتو لو ماتش وبرشا قالوها الله غالب جيت سور دي كونتر اتاك ما عرفناش نجير لي زوكازيون وهما بحكم الخبره نتاعهم واحد عرفوا يستغلوا لي زوكازيون اللي جاوهم وحقوا. معك شوية على شنو صار معناتها في المقابلة نتاع الأرجنتين. كما خليك هو هنا حلمه راهو قالوا معناتها المشكلة سيرتو بعد ما وصل نتاع واحد واحد برشا قالوا المنتخب التونسي باش يترشح وباش يكون معناتها الإنجاز. صحيح مش كانوا هما كانوا فرحانين وحاطين رواحهم باش يربحوا حتى احنا وكي تجي تشوف كان نعاودوا نشوفوا البونتوات سي سور دي كادو من عندنا. ودونك فوالا تجي سيتون احنا نتعلموا من أغلاطنا. وانا مانيش نخدموا على جو جوست كوب دي موند دي 17 ومن بعد نروحوا وكاو احنا نخدموا ان شاء الله باش واحد يلقى روحه في السينيور في ليكيب ناسيونال علاش ليه يزيد يهز اكثر البلاد ويشرف تونس اي فوالا ان شاء الله ربي يوفقنا به المسؤوليه اكزاكتومون هذيك المشكله اللي احنا اللي عندنا لهنا ديجا ما يعطيوكش لا شانس بالساهل زيد حتى كي يعطيوك اون شانس مي معناها تاخذ اون شانس وبعد تقعد تستنى برشا فوالا اكزاكتومون تحب تقول حاجه سحريه كما قال سينيس كان نحبوا نعملوا حاجه نجموا نعملوها بي اس جي اللي نعرفوا عندها تو تلعب على الشامبيونز ليغ واحد جمعيه كبيره برشا عندها واحد كينز لي كومان من عام 96 وفي البي اس جي كمان بالافكتيف اللي عندهم واحد اخر 95 مارسي عندها مانجي اغير غوش هاكا يلعب وتيتولير واه كان فما حاجه نجموا نعملوها صوت ديجا ريتم لاباس الحمد لله انا قاعدين نفلجوا فيها ونعملوا في المستحيل باش ترجع لاباس واليوم خير خير من الايام الاولى وان شاء الله تقعد تتقدم. رجعت برشا بعد ما تضربت ناريتا اي صحيح ترجعت وزيد فجعه الشيخ واحد طرش لقيته وجع يعني ما وجعت سيغ لو كو تو لاباس خير شويه الحمد لله كملت رابحه وعملنا دو فيكتوار معناتها هذيك اللي نسيت في الضربه العائله كلموك تفاجئ عليك معناتها اي بالطبيعة كان بون كلمتهم انا سبقت كلمتهم انا باش نطمنهم كيف ان شاء الله نعملوا ما خير من هكا نزيدوا نشرفوا تونس اكثر ونحب نشكر الاولياء نتاعنا سانز اكسبسيون اللي وقفوا معنا من الاول للاخر ملي احنا صغار تلقاه واقف ورا الجرياج في البرد وقاعد يستنى فينا ونشكر زادا الجمهور اللي جانا غادي كي كنا في الشرق يجيونا من دبي ويشجعونا وياه واحنا حاولنا نعملوا معاهم جيست اعطيناهم مراول نتاع الماتش يعطيك الصحة. عن الكرة التونسية في صغارها وكبارها للمرة الثانية يترشح للدور الثاني في كأس عالمية.